السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ايميل النصب، تمام. هنشوف ازاي اتعرفنا عليه، اساس ايه اللي يبقى فيه وعي بالحاجات اللي زي كده، تمام. طيب بداية، لو جيت هنا بص عليه، لو لقيت تو موجودة ايميل غير ايميلك فانت لازم تشك في الموضوع دوت، تمام. طيب تعال نشوف الايميل المبعوث منه اللي هو myqatarpost.com، هل في موقع اصلا بالشكل ده ولا لا؟ بيقول لك ان هو الموقع لسه ما اتعملش، فده غالبا حد بياخد موقع كده يكون اسمه مناسب شويه. طيب خلينا نشوف، لو احنا دوسنا على الرساله دي ايه اللي هيحصل، تمام. ونصيحه ما تبندسوش عليها، انا بس ايه هفهمكم الفكره، تمام. هو بيطلب منك ان انت تدخل الاسم والايميل والكارد نمبر، و بحيث ان انت اول ما تدخلها وتقول له اوكي تلاقي نفسك ايه كل الفلوس اتسحبت. طيب الموقع دوت، خلينا ندخل لجواه. خلي بالك ان ده موقع مختلف عن دوت، تمام. ده موقع شكله لغه غريبه، فاكيد ده مش تبع قطر. اول ما هو اوتوماتيك حول على حاجه زي كده هقول له بلوك، تمام. ده كده تعرف ان هو موقع، بص دخلك على الموقع ايه، فده ايميل نصب 100%. هو عايز ان انت يطمعك، يقول لك والله ده انت هتدفع 14 او 15 ريال قطري، بس هيجي لك ايميل ممكن يكون دي حاجه غاليه، مثلا ممكن يكون حد شاري لابتوب او كاميرا او نظاره في ار، او يعني بيطمعك، فانت تقول اخد المخاطره. لكن انت تدوس تلاقي نفسك دفعت مبلغ كبير جدا، فالناس تخلي بالها من الايميلات اللي زي كده.